مساء الخير، مساء الخير لقناة المكتبة، مساء الخير لمتابعي القناة وبيت الرواية. الشكر الجزيل للأستاذ كمال الرياحي الذي يعني استضافني في هذه المصافحة القصيرة الأولى، على أمل اللقاء في مصافحة طويلة أخرى. وأود أن أعبر في هذه المصافحة على شكري الجزيل لكل الذين هنؤوني وكل الذين سعدوا لسعادتي وفرحوا معي بفوز روايتي ميلانين بجائزة كتارا. وأود أن أقول أن هذا التتويج هو تتويج للقلم التونسي، للرواية التونسية، للرواية التجريبية، ولمغامرة الكتابة أولا وأخيرا. إذا أقول لكم شكرا جزيلا لكل الشهادات التي وصلتني، لكل الرسائل، لكل الإيميلات، لكل المهاتفات، وشكرا لهذا الفرح الكبير الذي يعني تغمروني به، وأرجو يعني أن يكون فاتحة لأفراح أخرى. جزيل التحية وجزيل الشكر. هي رواية هي سؤال الهوية في طرح روائي وفي طرح أدبي. فالرواية تطرح مسألة الانتماءات والهوية. ما الذي يحدد يعني هوية الإنسان؟ هل هو اللون؟ هل هو العرق؟ هل هو الانتماء الجغرافي؟ هل هو الانتماء التاريخي؟ هل هو الدين؟ هل هي اللغة؟ أو هي جملة من كل هذا وذاك، أو هي كل هذا وذاك في يعني مرة واحدة، أم هناك شيء أوسع يعني من كل هذه الانتماءات؟ إذا هي الرواية التي تطرح مسألة الهوية من خلال تحقيق صحفي تقوم به الروائية أنيسة عزوز، الروائية التي تقوم بالسرد أنيسة عزوز، فهي التي تكتب الرواية وهي التي تسرد الرواية، وتسرد الرواية رواية المهاجرين، رواية رؤيتهم للهوية، رواية الهوية أيضا. وفي نفس الوقت تطرح مسألة الرواية كسؤال أدبي بين ثوابتها ومتحولاتها عن طريق تقانة الميتاسرد. في ميلانين هناك اشتغالات فيمية كما قلت عن حول الهوية بشكل عام، واشتغالات فنية من ناحية التداخل الأجناسي، التنوع اللغوي والميتاسرد، جملة يعني من التقانات التي قدمت بها رواية ميلانين للقارئ. وأعتقد أن ما يميز رواية ميلانين هي هذا المنزع التجريبي الذي كتبت به، فكانت يعني رواية تجريبية بامتياز. وهنا أود أن أقدم يعني فكرة صغيرة جدا عن التجريب، لأنه مفهوم ضبابي كثيرا هو مفهوم ضبابي في أذهان الكثيرين من القراء والمتابعين، وحتى الكتاب أحيانا. يعني أذكر أن أحد الأصدقاء مرة قال إنه التجريب هو صنعة من لا يحسن الصنعة، وأنا أقول أن التجريب هو صنعة من يريد أن يطور الصنعة. يعني بين قوسين أضع صنعة بين قوسين، لأن الكتابة بالنسبة لي لا يمكن أن تكون صنعة، وإنما هي محاولة مستمرة. فإذا التجريب هو الاشتغالات الجديدة على مواضيع، هي مواضيع يعني ليست مواضيع جديدة في نهاية الأمر، هي مواضيع يعني قد تكون جديدة، قد تكون قديمة، تتجدد، ولكن الاشتغال عليها هو الجديد، لأنه هناك يعني تجديد في هذا الاشتغال. والرواية التجريبية هي يعني هي هذه الرواية، هي
كما نسميه هنا في فرنسا لي زافونغارديست، يعني الذين يطرحون رؤية قد يقبلها النقد وقد لا يقبلها. ويعني رواية ميلانين كما طرحت وما يعني بشكلها التجريبي لقيت إقبالا وأثارت جدلا وفازت بالجائزة، وهذا يعني أن النقد العربي أيضا بخير، يعني أنه يتقبل هذه الاشتغالات. 55 أصوات غليظة تخترق جمجمتي، أسبح في بركة من العرق المالح، أتلمضه، طعمه المر على لساني، يتسرب إلى دمي، يختلط صوت المؤذن بصوت كبيرهم يأمر بأعداد راحلته والبقية. سوف أهتز كأنني أسقط منعلا، سوف أفتح عيني في عتمة المكان، ستغرف أمي من صبرها حفنة ترشها على هلعي، وسوف أحاول النوم من جديد. تزحف كوابيسي نحوي كلما توالت على ذاكرتي صور أبي وهو عائد من حظيرة تهيئة المسالك الفلاحية أو السدود البعيدة، يتهالك على دراجته فتقوده بوفاء وأمانة إلى بيتنا بعد نهار عمل شاق بدأه فجرا لينهيه بعد الظهر. بك حمد، تي وينك؟ النهار راح راهو. كل فجر ينبعث صوت عم فرج يشق ظلمة الليل مناديا أبي، يستحثه للخروج قبل الأذان، فتعجل أمي بتثبيت الجميلة في خرج الدراجة بينما يدس أبي جسمه النحيل في قشبية من الصوف الخالص، يحكم لف اللحفة على رأسه ورقبته، تسلمه كعادتها منديلين صغيرين كانت قد خاطتهما على شاكلة قفازات، يدس فيهما أبي أصابعه الغليظة التي بالكاد تنغلق على بعضها إذا ما رام فعل ذلك. أسمعها تتمتم في سرها، عظم الشجام ما يرتاحش، تدفع به الدراجة كطفل صغير، تمنحه بعض قوة لمواجهة الطريق الملتوية، وهي تردد ككل فجر إن شاء الله زينة قدامكم. تتفنن أمي كل مساء في إعداد وجبته التي سيحملها معه إلى الحظيرة، ونتفنن نحن مساء في تفتيشها.